رحلتي صراحة كانت جداً رائعة. تحولت من شخص عنده حلم وصاحب فكرة إلى شخص أسس ستارت اب وهي على وشك إنه إحنا اليوم قفل صفقة استثمار. فالمسرعة صراحة جمعتنا بناس يعني من جميع أطياف المهتمين في مجال الألعاب الإلكترونية، من مستثمرين، خبراء، إلى هواة اللي صراحة استفدنا منهم كثير وأخذنا كل آرائهم في الألعاب اللي إحنا قاعدين نطورها اليوم. لما كنت صغير كنت ألعب ألعاب تحاكي قصص غنية، وهالشيء صراحة حفزني إني أنا أتعمق في هالقصص. واليوم أنا قاعد أحاول إني أدخل في الألعاب الإلكترونية على أساس أحاكي القصص الغنية المتجذرة في تاريخنا العربي، وأحاول أظهرها للعالم بشكل تفاعلي في تجارب إن شاء الله ملهمة وممتعة.